مساء الخير أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء، وبيتجدد لقاؤنا بكم دائما بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا أكيد، كما عودناكم كل أسبوع حلقة جديدة وضيف جديد وموضوع جديد. النهاردة موضوعنا مختلف جدا جدا ومهم جدا جدا لجميع المشاهدين. حنتكلم عن الصحة النفسية والإرشاد النفسي، وحنعرف هذا من خلال ضيفي المنورني في الاستديو دكتورة ضياء جمال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة روزين، منوراني دكتورة جمال. ربنا يعزك يا رب، سعيدة جدا. ربنا يخليك يا رب. دكتورة ضياء جمال دكتورة في الصحة النفسية، استشارة الصحة النفسية وكاتبة. أهلا أهلا بك. عايزين نعرف قبل نخش في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، هل في أثر ما بين الإرشاد النفسي والعمل المتواصل في الاستشارة ما بين الكتابة، ولا بتلاقي الموضوع بالنسبة لك عادي؟ هو الاستشارات والكتابة يعني هنا بيكون في وقت وهنا بيكون ليا وقت يعني، بس الكتابة مش مستمرة كتير، مش لكن الأيام اللي جاية إن شاء الله هيكون فيها اتزان أكتر وثبات إن شاء الله، وأقدم فيها مقالات كتير. يا رب. قبل ما ندخل برضو الحلقة، كنت قلتي لي عندك أعمدة وكده على جزء من الجرايد، بتكتبي أعمدة في جزء من على الجرايد؟ جريدة أخبار نيوز جميل. هي دي اللي كتبت عليها واستمريت فيها، بقية الجرائد ما استمرتش فيها بصراحة. يا رب أكيد احنا هنتابعك إن وهنقرأ شاء لك الله. الجرايد. عايزين أول حاجة تعرفينا كيف تكتشفين إذا كان طفلك مصاب بالحالة النفسية. احنا بنكتشف الحاجة دي إزاي؟ معظم الأمهات والآباء ما بياخدوش بالهم إن طفلهم بيمر بحالة نفسية، تمام. أو الشاب اللي موجود عندهم في البيت بيمر بحالة نفسية، وبيكون من الصعب إن هم يكتشفوا حاجة زي دي بالنسبة للطفل، فبياخدوا وقت كبير. زي مثلا بيقولوا إن ده وقت طفلي هيمر بيه وبعد كده هيتعدل وهيكون أحسن، هيرجع عادي. لكن للأسف هم بيخطئوا خطأ كبير جدا، لأن الطفل بمجرد ما يتغير السلوك بتاعه لازم الأم تكون حريصة تركز. وأكتر أكتر واحد أو واحدة لصيقة بالطفل هي هي مامته الأم، طبعا، عشان أيوة طبعا، بيحس علشان هي إنها اللي عليها موجودة. المسؤولية أيوة الأكبر، أيوة يعني الأب بيخرج مش بيرجع إلا في وقت متأخر، فالأم هي دايما اللصيقة فعلا أيوة للأطفال. فهنا ما بتاخدش بالها ان طفلها جسمه بينزل، ما بتاخدش بالها ان الصحة النفسية بالنسبة هو للطفل. ده بيأثر جدا على الصحة. طبعا يعني الأم بتفكر ان هي بمجرد ما بتلبي طلبات الطفل من مأكل وملبس ومشرب، ان خلاص هي كده كده تمام بتوفر له كل كل حاجة. الاحتياجات الكاملة، لكن للأسف هنا دي ملهاش علاقة بالتربية ولا بالصحة النفسية، تمام ده كل اللي الأم بتعمله هو رعاية فقط لا فقط غير. وهم معظم الستات كل مش المهم. بيعرفوا يفرقوا بين التربية الصحيحة وبين الرعاية، اوكي فدايما بيقولوا للأطفال إن الطفل أنا بمجرد ما لبي احتياجاته أنا جايبة لك كل خلاص، حاجة حلوة انت عايز ايه تاني يا بابا؟ مش عايز حاجة تانية، فأنا مش مقصرة مع أولادي. لما تقولي لها اوكي إن أنت مقصرة مع طفلك تقول لك لا استحالة أنا مش مقصرة معاه. صراحة أنا بعتبر يا دكتورة ضياء إنه الحلقة دي مهمة جدا، ويا ريت طبعا الأمهات ينتبهوا على الكلام ده ويبقوا ايوه حريصين على أطفالهم. طبعا طفلك هو كل حاجة بالدنيا. كل حاجة في حياتها، أيوة جميل والمفروض جدا. ان هي توفر وقت اكبر بعيدا عن متطلبات البيت أيوة 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 وشغلها، حتى لو كنت تعمل شغالة، توافق ما حتى لو بينها كنت وما بين شغالة طلبها. برضو لازم توفري وقت معين لطفلك، طبعا عشان لكن احنا مش عايزين طبعا نظلم الستات اللي لا شغاله لا يقولوا لا بعد كده احنا هنعمل ايه ومش هنعمل. لا، هي بس لو احنا قعدنا مع الطفل نص ساعة بس كل يوم نتناقش معاه، نخرج اللي جواه، نتكلم اشوف ابني عمل ايه النهاردة. معظم الأمهات مش بتسأل أولادها انت يا طبعا، حبيبي عملت ايه النهاردة وده في بيحفظه المدرسة جدا بتاعتك، جدا، حتى لو هو بيحس بحاجه ممكن ويجي يحكي لك عادي. وبيحترم ايوه والدته ايوه وما طبعا بيخبيش عنها حاجة طبعا. وما بيخافش منها، يعني لما بيخاف منها بيخاف منها خوف كوني احترام صاحب، مش يعني خوف كونوا صاحب تهديد. لطفلك. ايوه جميل. لازم اكون صاحبة لطفلك. عايزين برضو كيف تفرقين إن كان طفلك يصاب بالمرض النفسي أو ده سلوك طبيعي، يعني هو بيتصرف على طبيعته، ولا ده مرض نفسي؟ كيف نفرق هذا؟
كيف نفرق بين السلوك الطبيعي أيوة. والحالة النفسية للطفل؟ ده بيكون صعب التمييز ما بين الاتنين، لأن الأمهات زي ما قلت لحضرتك من شوية بتفكر إن سلوكيات موجودة لوقت معين وهتختفي مع الوقت، ولكن أنا بتجيلي في استشاراتي طفلة بأول ما بتدخل وتشوفني تقول لي دكتورة أنا متخلفة، أنا تشتكي لك مجنونة، هو أنا جاية هنا ليه؟ طيب هي عندها يعني الحالة النفسية بتاعتها اتغيرت، لكن الأم ما لاحظتش ده، ايوه فسابتها لوقت كبير على ما اتدخلت تشوف حالتها النفسية، يا ترى حالة لوحدها النفسية بنتي ماشية على الطريقة الصحيحة ولا ولا بنتي ده سلوك طبيعي وهيعدي مع الوقت. ما تمام اكتشفوش ده غير بعد وقت بعد فوات قصير. الأوان أحيانا في الناس. فطبعا عشان نفرق بين المرض النفسي والسلوك الطبيعي، اول حاجة اشوف السلوك بتاع الطفل ازاي اقول ان هو حالة نفسية. مثلا هديكي مثال، غسل اليدين المفرط تمام بالنسبة للطفل كل شوية، او الشاب كل اوكي شوية يغسل ايده يغسل ايده يغسل ايده، طيب ده هنا بيعاني من مرض نفسي. تمام طيب هوس نظافة، يعني اي تصرف غير وسواس طبيعي قهري، او اي تصرف جديد من يعني مش معتاد او مش متعود يعمل الحاجه دي، فبيعتبر انه في حاجه، بيعتبر ان هو في حاجه هاجم على مش المرض طبيعيه. نفسي. ايوه في حاجه مش طبيعيه. ايوه ادور اشوف مشاعر طفلي عامله ازاي، اشوف التفكير بتاع طفلي، يا ترى تفكير طفلي ثابت في اوهام، في معتقد ثابت مش ثابت مش قادر يغيره، تمام دايما بيكون في اشتباك مع الاطفال اللي من سنه، او دايما بيعمل ايذاء عنفي، اوكي في تغيرات بتكون واضحة على الطفل، تمام ليه بينعزل كتير لوحده والحاجات دي. لوحده، ليه جسم طفل بينزل بالطريقة دي، لا ده هو تلاقي حاجة في مشكلة، ده أنيميا، ده مش عارفة ايه، والآخر بعد ما كده يهتموش يتأخد لأي بالموضوع دكتور عادي وما يجيبوش لاستشارة وما يطلعش عند نفسية. الطفل اي مرض عضوي، وتطلع في الآخر النتيجة ان هم وصلوا لحالة نفسية سيئة، وهنا الطفل بيبتدي يسلك سلوك غير غير طبيعي، طبيعي. بتكون الحالة المزاجية بتاعته مش متظبطة. ليه؟ لأن دايما بوبخ في طفلي، ما بحسسوش ان هو ليه قيمة في البيت، اوكي ذاكر اعمل اللي وراك بس مش خلاص اكتر، كده يعني. ألزمه ايوه بحاجات معينة، ما تمام ادورش على بقية الحاجات اللي جواه. تمام عايزين برضو نعرف أهم المشاكل النفسية التي تصيب الأطفال. هي مشاكل كتير جدا، لكن تمام انا هذكر لحضرتك بعض منها اللي بيقابلني في استشاراتي يعني كتير اوكي وبيتكرر عليا. اول حاجة منهم اضطراب القلق تمام مثل الوسواس القهري زي ما قلت لحضرتك، غسل اليدين المفرط اوكي ده مثال. ايوه تاني حاجة اضطراب ما بعد الصدمة. تالت حاجة اضطراب الحالة المزاجية، وده بيكون بيوصل للاكتئاب، مزاجه متقلب ده بيوصل وشوية للاكتئاب، تلاقيه مبسوط شوية ايه وشوية تلاقيه حزين، وشوية يعيط. تلاقيه عنده سعادة مفرطة وما انتش عارفة سببها ايه. بالتأكيد اضطراب الطعام، اضطراب الحالة المزاجية زي ما قلت لحضرتك، الاكتئاب، الخوف المرضي. مش عايزين نقاطع حضرتك دكتورة ضياء. معانا اتصال. اتفضلي. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا اهلا فندم. بحضرتك يا استاذ، يا هلا وسهلا بك، مدام تيسير، اهلا اتفضلي. بحضرتك، الله يخليك يا رب. كانه منورانا الدكتوره ضياء، ويا رب دايما في تقدم، لان هي الصراحه ساعدتنا كتير في استشاراتها لاطفالنا ومعالجه اولادنا جميل جدا سواء كانوا اطفال وشباب، تمام وان شاء الله بالعكس. تكوني في تقدم علمي وتشرفينا دايما وحلقات كتير. ان شاء الله. تمام. حضرتك ليكي سؤال، اتفضلي مدام تيسير، اسألي دكتورة ضياء لو عايزة تسأليها من حاجة معينة. طيب حضرتك، لو الطفل بتاعي طفلي احيانا بيكون قاعد لوحده يلعب مع نفسه كده، ومع انه مع اخواته، تمام. ايه طيب حضرتك مرة فكرتي ان انت تسأليه مالك، تقعدي وتتناقشي معاه، تسمعيه، تسأليه ايه سبب لعبك لوحدك، تمام انت ليه منطوي ومنعزل عن الاطفال اللي موجودة حواليك، جميل لان هنا ممكن يكون الطفل مصاب بحالة مرضية او اكتئاب او عنده قلق نفسي او عنده اضطراب مزاجي،
فهنا لازم نخلي بالنا ونشوف الطفل ايه اللي وصله للمشكلة دي. حضرتك اقعدي معاه واسأليه وتناقشي معاه واسمعيه فترة كافية، ووفري ليه الاحتياجات اللي يطلبها من حضرتك، وبلاش توبخيه كتير. جميل جدا. يعني اسمعي طفلك وخليه يخرج القدرات اللي الحاجة موجودة جوه. جواه، أيوه أيوه شوفيه محتاج ايه يلعب بيه ووفريه. تمام. يعني ده يعتبر برضو فن من فنون العلاج الاستشاري النفسي. العلاج السلوكي. أيوه أيوه ده رد الدكتورة ضياء لمدام تيسير. احنا بنتشكرك جدا على الاتصال مدام تيسير. شكرا. ايضا عايزين نعرف اضطرابات القلق النفسي. احنا ما خلصناش الاضطرابات التانية، بس مفيش هي مشكلة يعني هي كده. الاضطرابات ممكن اكملها ولا؟ اتفضلي. طيب اضطرابات اهم المشاكل اللي بتصيب تمام الاطفال تمام زي ما قلنا لحضرتك، اضطراب القلق زي الوسواس القهري، اوكي غسل اليدين المفرط، اضطراب الاكتئاب، وده اللي بيوصل الحالة المزاجية هي اللي بتوصل الطفل او الشاب للاكتئاب، تمام اضطراب ما بعد الصدمة، اضطراب الطعام، الخوف المرضي اللي هو الفوبيا، يا ترى طفل خايف كده ليه من حاجات ملهاش مبرر اصلا، تمام يعني حاجات تمام ما تخوفش، اوكي عدم التواصل مع الاخرين، ما عندوش بيكون قدرة ان هو اي يتواصل مع الاخرين، تمام الفصام، هو الطفل بيفقد العلاقة عن الواقع تماما تمام وبيعيش من وحي خياله، يعني هو ممكن الحالة اللي اتكلمت دلوقتي ممكن يكون هو عايش من وحي خياله، هو عايش في حاجات في حاجة معينة تانية. عايش أيوة فيها بيلعب فيها مع نفسه، عامل واقع لنفسه بعيدا عن الواقع ده، وده بعتذر ان انا بقول لحضرتك ان هو انت المفروض يكون ليكي دور اكبر مع الطفل ده، تمام ان انت تجبريه ان هو يتدخل في العالم الاجتماعي اللي موجود حواليه، تمام يعني عارفين ان هو مش موجود لوحده. ايوه لازم طبعا. ايوه ده كله بيجي طبعا زي ما قلنا انه الام تبقى متابعه مع الطفل كل تفاصيله، طبعا تعرف النهارده هو في تغيير او في حاجه مش مظبوطه، فاكيد كل الاطفال هيكونوا في امان وسلام ان شاء الله طبعا باذن الله. ان شاء الله. نجاوب على السؤال الثاني. تمام. قلنا عايزين نعرف اضطرابات القلق النفسي، وبنتي كانه عنه ايه بوست تروماتيك تمام ستريس ديسوردر، ده اضطرابات، لا ده اضطراب ما بعد الصدمة، هو تمام مرتبط بالاضطراب بالاضطراب القلق القلق النفسي، النفسي هنتكلم عنه كمان شوية لأن الاثنين مشتركين مع بعض، مرتبطين مع بعض. مشتركين في حاجات معينة اوكي بتوصل الطفل تمام للمرحلة دي أو الشاب. تمام هنتكلم الأول عن القلق النفسي. القلق النفسي له دور كبير جدا ومن أخطر الاضطرابات اللي موجودة في الحالات النفسية، ماشي يعني الانسان بيكون وصل، احنا هنتكلم عن القلق بشكل عام، يعني مش هحدد فيه نقط، هتكلم عنه بشكل عام عشان يفيد الكل. الانسان بيوصل لمرحله من الانفعالات غير عاديه، ومرحله من التوتر اللي دايما خايف من بكره، خايف ايه اللي هيحصل معاه، يعني يا ترى انا لما اقابل استاذه روزينا النهارده هيحصل مشكله قدام الناس مثلا، ده مثال، او انا لما انا اجي انام بقعد قلقان يا ترى انا عليا فلوس، لحد بيقعد يفكر وقت كبير جدا، وده اوكي بيسبب للانسان انفعالات قويه جدا ما هو ما بيقدرش يسيطر عليها. تمام فاحب اقول لكم ان القلق النفسي احنا نستقبله بطريقه صحيحه، لازم يعني نستقبله كاي مشكله او دي ازمه حاجة مرت طبيعية ممكن معانا، الواحد تعالج ويطلع منه عادي جدا. يتعالج، لكن بيسبب لنا امراض خطيره جدا. احنا ايه هي الامراض دي؟ هناخد اتصال تمام. ونرجع نواصل. اتفضل. الو مرحبا السلام وعليكم عليكم. السلام. لو سمحتي دكتورة عندي سؤالين. اتفضلي. اتفضل. واحد على ابني كل ما حد ما يكلمه يقول له يعني مثلا انت غلطان ولا صح، انت اللي غلطان كده بنفس الرد على طول هي باستمرار، السؤال مش عارفه معلش ليه. معلش حضرتك عيد السؤال ايه؟ يعني لما يكون حد مثلا هو غلط في حاجه يقول لك لا انت اللي غلطان، انت اللي عملتها. تمام وهو ذكي جدا يا دكتوره، يعني هو عنده 3 سنين، وعندي تاني بنت اختي، يعني تلاقيه كده دكتوره ما بيتكلمش مع حد، كل ما يقرب لينا يعني مثلا عنده كم خالاته سنة؟ كده وعماته يعني يصرخ، بس انا لاحظت عليه افتكرت ان هو عنده عنده يعني كم سنة مثلا الطفل حاجه التاني؟ قلت لها رغد كتير، بس قالت لي لا ده هو ما فيهوش حاجه. تابعته كده شفت لقيته مع امه بيتكلم عادي، ويعني ايه بس مع الناس لا. تمام السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني ايه معلش؟ ابن اختي
تمام. ابن اختي بيقعد يصرخ كده مع حماته وسته حاسه كده، يعني يا اما بيبقاش عايز يتكلم مع حد. عنده كام سنه؟ عنده 3 سنين برضه وشغال. اه بيتكلم كويس؟ هو لا ما بيتكلمش كويس، بس انا معانا احنا، لكن ما لقيته وانا ايه قلت يمكن في حاجه في مخه ولا حاجه، وديه دكتور مخ وسط. قالت لي لا هو معايا كويس. حضرتك النطق بتاعه سليم؟ حضرتك بتفهميه لما بيجي يشتكي لك من حاجه او يطلب منك حاجه؟ حضرتك بتفهمي كلامه لما بيجي يكلمك؟ اه انا بفهم كلامه. اه كل المحيطين بيه بيفهموا الشكوى اللي بيقدمها او الطلب اللي بيطلبه؟ لا هو عصبي قوي يقعد يصرخ. تمام. ايوه احنا بنتشكر حضرتك جدا وتابعين على التلفزيون، واكيد دكتوره ضياء حضرت على حضرتك. اتفضلي دكتوره ضياء. قبل ما نكمل في السؤال ممكن تجاوبي السؤالين وبعد كده نرجع. تمام. احنا كنا واقفين عند القلق النفسي. ايه الامراض اللي هو بيسببها القلق النفسي اللي احنا نخلي بالنا منها؟ اول حاجه القلق النفسي كثره الانفعالات والغضب والخنقه اللي ملهاش سبب. تمام. والسعاده برضو اللي ملهاش سبب المفرطه. فهنا بيوصل الانسان لكميه من الامراض خطيره جدا، لان اضطراب القلق من اخطر الاضطرابات زي ما قلت لحضرتك. تمام. اول حاجه القلق النفسي بيوصلها للانسان هي الصداع النصفي، الذبحه الصدريه. تمام. مرض السكري، الربو القصبي. تمام. تاني القولون العصبي، الامراض الجلديه. يعني بخلينا احنا معرضين لمشاكل كتيرة من الامراض، لكن الناس مش بتاخد بالها من حاجه زي دي. تمام. احنا مش هنقاطع حضرتك دكتوره ضياء، بس معانا اتصال واكيد هنرجع نكمل. الو مرحبا. الو استاذه ساره. الو قطع الاتصال. تفضل. طيب القلق النفسي اتصلي بينا تاني يا استاذه ساره واحنا اكيد هنستقبل مكالمتك. اتفضل. القلق النفسي زي ما قلت لحضرتك بيوصلنا لامراض خطيره جدا. احنا لازم نخلي بالنا من انفعالاتنا اللي في العمل، ما نروحش البيت نطبقها على اللي موجودين في البيت. تمام. لما اكون غضبان من حاجه ما اروحش اعمل كده في البيت، اخرج غضبي في حد ما لهوش ذنب. تمام. وما اقعدش افكر في المستقبل كتير علشان ما اكونش عرضه لتقبل الامراض. خلي حاجه لوقتها طبعا، استقبل حياتي بصوره طبيعيه وسلسه، هيكون الامور ابسط واسهل. في حاجه دايما يعني الواحد كل ما يخلي اموره لربنا سبحانه وتعالى اكيد كل حاجه بتبقى مسهله وكل حاجه أكيد في وقتها جميل واحسن. طبعا الحمد لله. ايه راي حضرتك؟ طيب. طيب احنا نخلي بالنا من القلق النفسي. تمام. علشان اتعالج من القلق النفسي بياخد وقت كبير، مش اقل من 6 شهور. اول حاجه اللي بيكون عنده قلق نفسي بيروح للطبيب النفسي اول شيء، وبعد كده بيستخدم معاه العلاج السلوكي، بعد كده بيستخدم معاه الادويه. تمام. بعد كده بيستخدم معاه التاهيل النفسي، وكده المريض بيكون خف بامر الله. لكن احنا نخلي بالنا عشان ما نخليش الاعراض دي مستمره معانا لوقت كبير. تمام. برضو عايزين نعرف علامات الخطورة، علامات الخطورة عند الأطفال في المرض النفسي، وطبعا سؤال مهم جدا. أيوة طبعا علامات الخطورة بالنسبة للطفل، يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده أن سلوك الطفل بيكون عنده معتقد ثابت ما بيقدرش يغيره، زي الكبار ما بيفكروا في حالات الانتحار، الأطفال كمان بتفكر في حالات بيوصلوا الانتحار. بيوصلوا للحد ده طبعا. بيوصلوا للحد ده. بالحالات النفسية بتوصل الطفل لأكتر من كده كمان. علشان كده بقول ما ينفعش أن احنا نتجاهل سلوك غير طبيعي للطفل وهو موجود مع الام في البيت او الاب. لازم المحيطين بالطفل يكون واخدين بالهم اكتر شويه، لان معظم الاستشارات اللي بتجيلي بيكون الاب في اتجاه والام في اتجاه تاني. ونحاول برضه يا دكتوره خلي بالك انه نبعد الاطفال دايما من المناقشات اللي بتحصل في الاسر بين الاب والام وبين الاخوات. أيوة. فيا ريت الطفل الصغير اللي هو لسه في سن صغير يكون بعيد جدا عن الحاجات دي، عشان الحاجات دي بتاثر وبتسبب له يمكن اكتر حاجه من الامراض النفسيه والحاجات دي. طبعا فيا ريت الامهات ياخدوا بالهم طبعا. أكيد. ولا رأي حضرتك إيه؟ لا أكيد طبعا المفروض ياخدوا بالهم من نقط زي دي، لأن ما ينفعش تحصل مشكلة في البيت
وتحصل قدام اطفالي. يعني بعد كده هعمل لهم حاجه اسمها تراكم نفسي وعدم استقرار. هيجي طفلي يروح المدرسه هيبقى خايف يروح، هيعيط كتير، مش هيرفض يروح المدرسه او يخرج من البيت. بعدين هيكون فائت للامان يعني مش هيكون مطمئن. انا بقول لحضرتك هيرفض يروح المدرسه ليه؟ عشان هيخاف خايف. يخرج يرجع ما يلاقيش مامته او يرجع ما يلاقيش باباه، فمش هيكون عنده استقرار نفسي. تمام. عايزين برضو نتكلم كيف نتعامل مع الأزمات، كيفية التعامل أيوة مع الأزمات النفسية. احنا نتعامل مع الأزمات النفسية، أقول لحضرتك الواقع اللي احنا عايشين فيه أول حاجة بيفكروا فيها، يعني لو هي عندها حاجة داخلية مضايقاها محطماها داخليا مش بتفكر فيها، يعني بتقول هو ألم وهيعدي مع الوقت وهيختفي. بتكمل بتستمر، لكن ما بتحاولش ان هي تفرغ الأزمة النفسية اللي هي موجودة فيها، بتسيبها زي ما هي. لكن احنا المفروض نركز في حياتنا، لان احنا اللي هنختار اذا كنا هنعيش حياة نفسية سليمة يا اما هنعيش حياة مليئة بالمعاناة دائما. يعني والحاجة طبعا في ايدك، يعني لو عايزة تعيشي نفسك اكيد هتعيشي، لو عايزة تبعدي نفسك سعادة. لو عايزة تبعدي نفسك من المشاكل فاكيد هتبعدي نفسك وهتكوني عايشة في احنا يعني. نقدر نعمل كده يعني، لكن أكيد. احنا دايما الستات عندها مشاكل والرجال عندها مشاكل يعني. ربنا يصلح الحال نقول. امين. يا رب. عايزه دكتوره ضياء ترسلي لنا رساله قبل ما نختم. طبعا احنا كنا متمنيين الحلقه تبقى اطول من كده، نتناقش مع حضرتك عشان الكلام في الجانب ده بالذات يعني مهم جدا وعريض، يعني مش هيخلص ما بين يوم وليله او ما بين حلقه وحلقه. فاحنا اكيد هنستنى منك رسالة أخيرة للأمهات بطلب من كل الأمهات يعني والأبهات إن هم يخلوا بالهم كويس جدا من أولادهم. ادي لابنك فرصة إن هو يقول رأيه في البيت، لكن مش في المشاكل اللي الخاصة بيكي. سيبيه يقول رأيه في اختيار ملابسه، سيبيه يقول رأيه في اختيار الأكلة اللي هو بيحبها. ادي لطفلك وقت كبير، اقعدي معاه وتناقشي معاه، يعني ما يكونش في كبد، لا ما تعملش كده او ما تتركيش لا. المساحه الفرصة. ايوه ادي له الفرصه، لكن اعدل عليه تعديل بسيط. أيوة. مش تعديل يخنق، تعديل مرن. جميل. يعني جميل مش طول الوقت اقول له ذاكر. يعني ادي له اساليب معينه يمشي عليها، وافرض طرق عقاب بعيده عن الضرب. الضرب يا جماعه يعني اهم حاجه نبعد عن الضرب تماما، والتوبيخ. أنا صراحة سعيدة جدا دكتورة ضياء، كنت ضيفة عزيزة علي، وإن شاء الله حنتلاقى في حلقات أكثر وأكثر. ولغاية هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. الأسبوع اللي جاي حلقة جديدة وضيف جديد، استنونا. إلى اللقاء.